السلام عليكم، أنا أخوكم في الله. لا تدع أحدا أن يقول لك أنت فاشل، فأنت لست كذلك. ربما فشلت في تحقيق شيء في حياتك من زواج أو دراسة أو عمل، لكن رغم ذلك أنت لست بفاشل. فهذا التعبير في حد ذاته كئيب وسلبي، ولا يأتي منه إلا الشر. فتلك الأشياء التي لم تتوفق في إنجازها وفشلت في بلوغها، ربما هناك شر فيها وصرفك الله منه لحكمة بالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو أرادك أن تتعلم دروسا من فشلك في تحقيق تلك الأشياء، ربما لم تكن لتتعلمها لو نجحت في بلوغها من أول مرة. فالفشل لا يعني أنك لا تجيد فعل ذلك الشيء وأنك غبي، بل يعني التعلم، يعني المزيد من الخبرة والمزيد من التجربة التي ربما لن يكتسبها أولئك الذين نجحوا في أول مرة. فلا تسمح لأحد أن ينعتك بالفاشل، فأنت لست كذلك. ما دمت تحاول وتفشل وتجرب أشياء ربما لم يتجرأ الآخرين في التفكير فيها، فليس هناك إنسان ناجح إلا وفشل مئات المرات، لكن في كل مرة يتعلم دروسا وعبر كان جاهلا بها. فلا تسمح لنفسك أن يقال لها فاشل، فأنت عكس ذلك. فما الفشل إلا الطريق الذي لا بد أن تعبره للنجاح. فإن أبيت عبوره فأنت في الحقيقة أبيت بلوغ النجاح. فالفشل سر النجاح. ولهذا مجددا، أنت لست بفاشل، لا تفقد أبدا ومهما كلفك الأمر طابع المقاومة والمحاولة لتحقيق أهدافك وطموحاتك، ولا تجعل الآخرين أن يحبطونك ويزعزعون ثقتك بربك وبنفسك. وإن كلفك الأمر مسحهم من دائرة حياتك فافعل ذلك بأسرع ما يمكن، لأنك كلما تأخرت دفعت أكثر. وما دمت تملك ذلك الشعور الداخلي بأنك لست بفاشل، فأنت لست كذلك. يا أخي، مياه البحار والمحيطات كلها مجتمعة لن تستطيع إغراق قارب صغير ما لم تتسرب إليه المياه. فأنت كذلك، يصعب أن تهزم من الخارج ما لم تهزم من داخلك. واعلم جيدا أن أي أمر وضعه الله بين يديك فأنت تستطيع تحمله. وإليك الدليل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن ما كلفك به الله أنت في استطاعة تامة في تجاوزه، ولك كامل الاختيار والحرية. إما أن تستسلم لفشلك وكلام الآخرين، أو تستمر في المحاولة والسعي الدؤوب. ودمتم في رعاية الله وحفظه. وأخيرا، أنت لن تكون فاشل إلا عندما تتوقف عن المحاولة.